وأخيرا وبعد انتظار فات الشهرين رجعت أنديتنا للنشاط من بوابة المسابقات الإفريقية للأندية. زوز منافسات قارية وثلاثة فرق مشاركة في ثلاثة أيام، لكن في ملعب وحيد مؤهل للمباريات هذه، ملعب رادس، الشاهد على الوضعية المزرية لتجهيزاتنا الرياضية. أولى جولات رابطة الأبطال مع المجموعة الثالثة اللي تضم كل من ممثلينا في النسخة هذه الترجي الرياضي والنجم الساحلي. بالمناسبة شهدت مدرجات رادس في مباراة النجم عودة الجماهير الغائبة من مدة، بينما تواصل حرمان الترجي من مشجعيه حكم عقوبة الويكلو المسلطة عليه من الكاف. حصيلة الجولة كانت بتبين بالنسبة للفريقين، وإذا كان تمكن البلبولي في الدقائق الأخرى من إنقاذ الإطوال من هزيمة محقة، فإنه شيخ الأندية تخل مباشرة نفصل بالموضوع من دقيقة الأولى وسهل على روحه الإحراز على ثلاثة نقاط في الترتيب. الإطوال بطل نسخة 2007 استقبل في مشاركته عدد 14 شبيبة بالوزاد الجزائري، وفي 45 دقيقة الأولى ما ريناش حاجة كبيرة من الفريقين، وقت فاز زملاء بن عيادة ببعض التسديدات ما شكلت حتى خطورة على مرمى عبد القادر. في الشوط الثاني تحسن مردود ابن لومير وتطور حجم اللعب وقرب أكثر من هدف الأول، لكن اللمسة الأخيرة كانت ناقصة وحتى العارضة وقفت أمام رأسية تقديم سيمين توزيعة جميلة. منعرج المباراة كان في الدقائق الأخرى بعد ما صفر الحكم المصري إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للضيوف، أبدع البلبولي في التصدي لها وبالتالي حافظ على نقطة التعادل أمام منافس ما قدمش أداء كبير. نحن نعرف المسؤولية متاعنا، وبالنسبة للملاعبية كنا جاهزين جسديا فنيا وعلى صعيد الفني، ولكن ربما على الصعيد التكتيكي كان فما نقص متاع تركيز، ربما ما استغليناش الفرص اللي جاونا، ولكن بالنسبة لبقية الأحداث رينا شنو صار. كشر الترجي على أنيابه بعد ما حقق انتصار سهل على جوانين جالاكسي برباعية نظيفة. الترجي مر للسرعة القصوى منذ دقيقة الأولى في مباراة عنوانها محمد علي بن رمضان اللي واصل فورمته الكبيرة، وبهاتريك خلى الترجي يتقدم في الشوط الأول بثلاثية ويتهنى على مصير المباراة بعد ما عمل كل شيء، سدد ومرر وراوغ واستحق عن جدارة لقب رجل المباراة. في الشوط الثاني سير أبناء جعيدي بذكاء بقية المباراة، حتى محاولة الفريق البوتسواني التخليص في نتيجة قد بجريفية في الموعد. وفي دقيقة 86 دون الترجي رابع أهدافه عن طريق المتدبج جيت إيدو، وانتصار معنوي مهم للترجي يخليه يدخل كيف ما يلزم في مسابقته المفضلة قبل التنقل إلى الجزائر في دربي من طراز رفيع بين متصدر البطولة التونسية ومتصدر البطولة الجزائرية. الحاجة الباهي اللي بدينا كما خططنا، يعني بدينا بقوة، سجلنا هدف فوري اللي أعطانا ثقة في رواحنا. لاعبين كيما برمضان دونك خذا ثقته وزاد عطى امباكت بوزيتيف يعني للليكيب. لي كاليتي تكنيك نتاع لاعبيتنا على في لا ديفيرونس مع برشا كونيكسيون سور لو كوتي غوش، برشا انرجي و انتنسيتي و اغريسيفيتي اللي خلاونا نكونوا معناتها دومينون في الماتش. اون غارد لي بي سور تير، مازال عندنا برشا خدمه دونك اون كونتينيو ترافاي. عندنا اون سيمين باش نحضروا بها ماتش بلوزداد اللي هو ماتش تري ديفيسيل نلعبوا البارا كونتر اون ايكيب شفناها البارح ما يعكسش اللي هما عندهم دي انديفيديواليتي، لعبوا ان بو با مي باش يحلوا اللعب في زير ويلعبوا لنا معناتها اكثر فيغ لافون ان شاء الله بكون حاضرين. وعلى صعيد اخر دا مدربنا نبيل الكوكي مشواره مع ستيف في رابط الابطال بانتصار مهم خارج القواعد امام حريه كوناكري، وفوز خلي الصيفيه يتصدروا على بكري المجموعه الثانيه رفقه الرجاء البيضاوي.